سلام يا مغامرين من داخل القطب المتجمد الشمالي. كيفكم حبايب الألف؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. رجعت لكم اليوم مغامرة جديدة من داخل القطب المتجمد الروسي. الروسي لا مو الروسي، من داخل القطب المتجمد. شكلي رح موت أنا، ويمكن ما أكمل هذا الفيديو، بس على كل حال حطوا لي لايك لأنه إذا ما حطيته رح موت من البرد. أوكي، خلينا نكمل المغامرة. مشاهدة ممتعة. بعد عذاب كبير بالثلوج والمكان البارد، ما بعرف انتم من صوت الهواء اذا عم تسمعوني، بس هذا الشيء بيبين شدة البرودة بالمكان. شوفوا العاصفة، في عاصفة صغيرة هنيك، ما بعرف اذا بتشوفوها وراي. يعني صدقا وقت اللي قلت لكم يمكن موت، ما بعرف، الله اعلم، بكون خلص عمري، لانه جد المكان بارد وماني جايب معي معدات السلامة. معدات السلامة هي مثل انذار او بوصلة اذا ضيعت الطريق او شيء. هلا رح لكم لوين رايح انا. وفي شغله انتم كثير كنتوا تحبوها زمان، تقولوا يا صاير ليش ما بتطالع معك، ليش ما بتطالع معك. اليوم جبتها ورح طالع معي، رح تشوفوها شو هي. بس شوفوا لي المكان خالي من الكائنات الحيه، يعني لا في حيوان ولا في بشر، بس ممكن يكون في دببه بهذا المكان. بس هذا الفيديو رعب طبعا، يعني مغامرة ومرعبة، طمنوا. فهلأ بس وصل لهنيك تقريبا، برجع لكم. لا تنسوني من اللايك، مين ما حط لايك، شوفوا البرودة، أحبكم. يلا راح نوصل. شايفين هذاك المكان؟ هو مكان الجوكر اللي وراي، شايفينه؟ جاي اليوم لحتى أبحث عنه، لأنه مثل ما بتعرفوا بآخر فيديو هو صار صديقي. خلينا نتقدم إلى الأمام وفرجيكم شو الشغلة اللي جايبة معي. هيا بنا.
في حفرة هون فيها مي ما بعرف غميقة يمكن فيها أسماك. رح طير طائرة الدرون لأنه هي أفضل مستكشف بالنسبة لي. والله من البرد ما عاد عرفت أحكي يا مغامرين. أنا ليش عم بتطلع حوالي؟ لأنه بأي لحظة احتمال يطلع دببة أو شيء. هاي الدرون مثل ما شايفين رح نعمل لها إقلاع. هلا اشتغلت الدرون، شايفين؟ هلا فرجيكم جورة المي هاي. هلا رح نطير الدرون ونشوف ماذا سوف يحصل. كثير كثير برد المكان مثل ما شايفين، مكان بارد. واو، ما هذا؟ انه القطب المتجمد. هلا رح نطير الدرون مع بعض يا مغامرين. انتم مو شايفين عم تشتغل الشاشه، خليني احاول افرجيكم بس لا اوعى بالحفره. طلعوا، هلا اشتغلت الدرون، شايفين؟ ليك هي شايفتني. وهلا رح احاول وجه لكم لتحت مشان تقدروا تشوفوا الدرون كيف هي رح تطير. شايفين؟ هي هي المي، محل ما كنت داعس انا. فخلينا نطير الدرون. ها، لازم نشغلها. يلا، شايفين اشتغلت الدرون؟ شفتوها؟ الدرون اصبحت جاهزة للطيران يا مغامرين. خليني احاول اقربها هيك تقدروا تشوفوها. شايفينها؟ وهلا يا مغامرين مثل ما شايفين الدرون هلا رح تصير بعيدة ورح ابلش تصوير وابلش استكشاف. تمام، خلينا نستكشف مع بعض ونشوف كل شيء. وين كانت هي؟ بأي اتجاه؟ خليني ضبها وبعدها نروح نشوف كيف هذا مدفون، يمكن ميت. يلا، وهلأ لازم إلحق طبعات الرجلين هاي لأنه الدرون كانت بالاتجاهات هديك هيك كانت، فلازم إلحق هاي طبعات الإجرين لأنه هاي إجرينه. شوفوا هاي إجرينه، ها شايفين؟ كان عم يمشي هون. خليني ضل لاحق شو. آه ليكو ليكو، شفتوه؟ ليكو 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 ليكو، موجود هون. هذا هو العمى، شايفينه؟ شايفينه يا مغامرين؟
لازم ارجع لهونيك للمكان هذاك يا مغامرين واشوف. خليني ارجع للمكان. شايفين دعسات اجريه؟ شوفوا دعسات اجريه كيف؟ كيف طيب اذا ما في غير دعسات هيك؟ يعني لنفرض هو كان رايح وحط القناع هويك، طب كيف رجع اذا ما في دعسات بكل المكان؟ كلمو شايفين ما في ولا دعسه. تعالوا افرجيكم، طلعوا. يا والله شيء غريب. هذا هو القناع. يا الهي، راح اجرب هلا البسه يا مغامرين. خليني بس احاول ارجع لهداك المكان وشوف. ارجع لمكاني. طلعوا جوكر العمى صديقي، وين راح؟ تركني وراح. يا مغامرين راح احاول ارجع لمكاني ونستكشف ونعرف شو السر. يلا يا الهي يلا. وهلا يا مغامرين شوفوا، هذا هو الجوكر مثل ما شايفين. بس هلا انا ما لقيته، بحثت عنه بكل مكان هنيك وهون، ما في حتى ولا صوت بشر يعني، ولا ناس ولا شيء. فما بعرف، شيء غريب. هذا هو القناع، رح زده هون شايفينه. بس استنوا شوي خليني اروح. شايفينه؟ هذا هو، طلعوا عليه. شوفوا قديش مخيف. ها اسف يا مغامرين، بس عم ننفخ المايكات تبع الكاميرا لانه تعبت مي. طلعوا شوفوا ايدي شلون صاروا حمر من الثلج والبرد. هذا هو. بس وين راح يا الله؟ وين تركني وراح؟ جوكر صديقي وين اختفى؟ معناها هو كان انسان. معقول انسان ولا كائن غريب كان؟ وشلح هذا القناع تبعه؟ معقول هو كائن غريب؟ ما بعرف، بس والله شكله كتير مرعب يا مغامرين. طلعوا، ما بعرف، ابحث عنه هون. رح احاول ابحث بالغابة يا مغامرين، اذا لقيته تعالوا نستكشف مع بعض. يلا يا مغامرين، بحثت بالمكان هاد ما قدرت لاقي شيء ابدا، ما لقيته. للجوكر مختفي، يا اما ميت من البرد. يا ريتني اجيت ابكر من هيك وما تاخرت، صار لي 10 ايام ومنزل على القناه. يا ريت. خليني البس الجوكر، بركي صديقه الثاني بيجي وبقدر اكمشه وبيدني عليه اذا هو ميت ولا. ما بعرف يا مغامرين اذا رح لاقيه. جوكر عم تسمعني؟ جوكر، ما بعرف شو اسمه هو كان. انا سميته الجوكر لانه شكله الجوكر، بس ما بعرف. يا مغامرين في شغله كثير مهمه، اذا بدكم تكسبوا مصاري جوائز اضغطوا على هذا الرابط بقناتي، قناتي اليوتيوب مكتوب تطبيقات انصاري. اضغطوا في اشكال الوان برامج بتربحكم مصاري وبرامج تقدروا تنزلوها واشياء كثير راح تحبوها انتوا واهلكم. واذا في شيء عن الجوكر راح يكون موجود بالرابط هنيك. واهم شغله تعالوا على حسابي الانستغرام، هلا راح اوقف التصوير واستكشف الاشياء الخطيره اللي ما بقدر صورها، لكن راح تشوفوها على حسابي الانستغرام اسمه اكس انصاري اكس. وبالنهايه حطوا لي لايك ولا تنسوا انكم تضغطوا على تطبيقات انصاري. إلى اللقاء بمغامرة جديدة. سلام.